سبار طبيعي طبيعي. سلعة عيد كل عام بحال ما غدير دم ولحم تبارك الله. ها شوف 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 هاديك الصح فيه كامل تبارك الله. دابا رجع رجع شهر بعد تكون ان شاء الله. خاصة تربع باش كليا ان شاء الله لا جد السلعه صافي. كاين الملوجه. علاش الفرق بين السلعه الكوري والسلعه المربعه؟ السلعه المربعه تكون في واحد البنه زايده ماشي بهم الكوري. ديزير عام كامل في الكوري في التوغ هذا الشحمه والمذاق ما كاينش الشحمه والمذاق باسل. هذا راه تتحط على الفرماج يا سلام. ما يعطيك الصحه تبارك الله. العام بات لي مزوقه كامله تبارك الله. راه غلا ملانوك غلا ملانوك ماشي غلا السوق هذه ولا شي حاجه. غلا ملانوك باته ديال لانوك وموته لانوك كلشي لانوك الحوليه ديال لانوك تبارك الله. هذه ان شاء الله ترى دواء نزيد واحد الشهيه اخرى ان شاء الله عاد يدخل للمجال. اشتي التوب ديالو راه دار دابا الربيع يصوب ليه توب بياض كلشي كلشي تقاد. وبالنسبه للشي راه كاين شي فيز دابا هاد العام هادشي راه غادي تسقط ماشي ديال كما عندكم ديال راه هادشي كامل سقط راه كاينشي هادشي راه محول. بالنسبه للعام راه جا فيه راه كاينه كاينه الخدمه كاينه الخدمه بزاف خطحت الشتا الاخرى واخا الشتا مي تبارك الله خير الشيء بغا دير الشتا كون صبت هي الشتا بكري وداك الشيء كل خير ولكن صبت معطله بزاف ما بقى ما زوز يدير بقى ما زوز ما جاش الحال. هذا راه تبارك الله راه ثلاثه الشروات يضرب في يده. هذا راه كالو ماكله وسقيناه ثاني عاودنا نكري وهذه وعاد ثاني دابا طلقناه تعال تعال فاب الشباب.